دور تأهيلي الأخير لكأس الكاف، ما هي طيبات رئيس الشباب القبائلي يزدياني شان بعد هذا التحصيل؟ على كل حال كرة القدم خدومة هكذا فيها الفوز في الانهزام، لكن اليوم سانسيرمون شاهدنا باللي ما درنا حتى حاجة وناريان في بور غاني مع ايكيب بكل صراحة. فريق الخصم كان فريق ضعيف بزاف اللي كنا كابابل نفوزوا عليه بكل سهولة، لكن هذا شغل الله غالب، هذه هي كرة القدم. مي من تاريخ اليوم ان شاء الله راح يولي قامي شباب القبائل غالي بزاف، باش لاعب يتقمص هاد المايو هذا لازم يكون في المستوى بيان سير. هذه هي يعني غربله الفريق خاصه يعني الاستقبال. لا رايحين احنا ما كناش حابين نهضروا على جال هذا اللقاء، حبينا شغل نكلموا لي زيسبري واللاعبين شغل رحنا معهم وحفزناهم مي الحق دوك الوقت وين الاداره راحه فريمون راحه تتخذ قرارات صارمه. بكل صراحه باللي الاقصاء هذا يعود للارث اللي خلفته الاداره السابقه، دونك حنا ما نحكوش على الماضي. الارث هذا دوك راكم شفتوه على المباشر، سيرت كاين دي جوار اللي غادروا الفريق ثلث ولا اربع لاعبين اللي ما لعبوش اليوم اللي كانوا، مي مالغري سا كانوا في مقابله الذهاب ونهزموا مع فريق كيما هذايا. يعني نظن باللي ابارتير دو سيت سومان يورا ان كرون نيتواياج في لاجياسكا ان شاء الله. هذه هي نهايه الشوط الاول، شفناك تحتاج على التحكيم. لا احتجت على التحكيم باسكو شغل كان ضرب الجزاء نظن في رايي انا ما شفتهاش بصح عيطونا اللي شافوها في التلفازه وقال لك ضرب الجزاء الشرعيه، احتجت شويه على التحكيم لو كان عطانا ضرب الجزاء هذيك بالك كان يغير لقاء المقابله، بصح ماشي ضرب الجزاء هذيك شغل سيتا شغل جات هكذاك بالزعاف هذا ما كان. دونك هو لو بلوز امبورتون اون ريان في بور غاني، ما لعبناش وبكل صراحه اون ريان دوني اون ريان في بور ميريتي هاد لا فيكتوار هادي هذا ما كان ولا لا كاليفيكاسيون. رئيس الطاقم الفني يعني اللاعبين يعني كل ما انتم يعني كمسؤولين بشباب القبائل يعني يتكلموا على يعني كما يقول لك السيوله الماليه اللي تخص شباب القبائل، يعني انتم كرئيس واش تقدروا يعني تقولوا كرساله للدوله الجزائريه يعني هناك بعض الفرق يعني عندهم يعني السيوله الماليه عندهم وشباب القبائل فريق عريق يعني ببطولات وبكؤوس الافريقيه محروم من هذا اسمه، واش الرساله تاعك يا رئيس؟ الرساله تاعي ان فريق شباب القبائل بحجم تاع شباب القبائل انا في كل مره هذه كررتها باللي رانا نلعبوا في بطوله غير عادله تماما، كاين اربع ولا خمس فرق اللي شغل تعطي لهم دي مليار وكاين فريق اللي يحرم من الممولين، يحرم من المساعدات، تحرمنا من صواردنا ما قدرناش نجيبوهم، دونك هذايا شي ما يرجعش ليا. انا شوي فوني بور يدي الكلوب هذايا باش نخدم بنيتي باش نرجع الهيبه لشبيبه القبائل، وربي راهو عالم باللي بنيتي مي جوسكا بريزون من ديبي دو شامبيونا رانا قريب في تخلص مرحله الاياب. كل الاموال اللي تصرفت على الفريق هذايا من اموالي الشخصية، وكاين تنين من مجلس الإدارة هو علي أزوا ورشيد اللي راهو يساهم ومالك أزلاف اللي ساهم، أبار هاد لي دو ما كاين ما القيمة المالية كي تخلص مرحلة الإياب هذايا أون فافير أن بيلون وراح نديرو أن كومونيكي ونشرحوا كاع الوضع ملي استلمنا المهام تاع الفريق هذا الى يومنا هذا. الناس تقول ما كاش دراهم مي كاين اموال اللي مشات للفريق هذايا، كاين لاعبين اللي داو لي سالير تاعهم، هي تقول باللي ما كاش لي سالير نو جو روغريت، كاين لاعبين اللي داو ما راهمش اجور مي كاين لاعبين اللي داو ومشى الفريق وجاو استقدامات، وهاد الاموال كاع ما كاين اوكان سنتيم اللي جانا منا ولا منا ابار اعانه كان في بدايه الموسم من رئيس الجمهوريه اللي نشكروه اللي عطاناه مبلغ مالي اللي تنقلنا به الى المغرب، ننتهز الفرصه ونشكروا ابار هاد الشيء
هذايا ما كاين اوكين اعانه. مالوروزمون فريق بحجم شباب القبائل اللي شغل ما tu ne peux pas continuer de dans une situation هكذايا وثاني المشاكل بزاف وكاين بزاف مشاكل بزاف مشاكل اللي ما خلاتناش نافونسي واللي ما خلاتناش نروحوا فير لافون. من ظن ان شغل الفريق في البطوله راه بدا يتسقم. انا نشوفوا ان بو جو وهذه هي مع الاستقدامات الجدد ان شاء الله شباب القبائل باذن الله راح تقول كلمه تاعها في البطوله الوطنيه. كاس افريقيا نعتذر للانصار ما في كاع ما واش بوسعنا لكن ما سعفناش الحظ وهذه هي كرة القدم وبارك الله فيكم. شكرا. سي يزيد من فضلك. نعم. بحديثكم على الاستقدامات ألا ترون أن يعني الإرث اللي لقيتوه في لاسيرال راح يكون عائق أمامكم يعني باش تأهلوا الاستقدامات اللي درتوها؟ على كل حال الإرث هذا اللي في لاسيرال أنا نسعوا باش نخلصوه ونظن أن باللي راح نديروا كاع ما بوسعنا باش نكاليفيو هاد اللي طروا ريكولي إن شاء الله اللي رايحين نجيبوهم. دونك الارث هذا دائما نحكيو عليه، ارث ماشي غير في لاسيرال، ارث كبير تخلى في هذا الفريق هذايا، وكاينه اينوديت مالوروزمون مازال ما كملتش المهام تاعها، اي نو فوز انكيتي با، تو لي سوبورتور دو لا جياسكا فون سافوار، والارث هذا ماشي ثقيل، ثقيل بزاف اللي خلاته الاداره السابقه، وهذه هي، بارك الله فيكم، شكرا.